يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تبييت النية من الليل لصيام الست من شوال هل هو شرط لحصول الثواب؟ صيام النافلة الأفضل أن ينوى من الليل لأجل يستكمل الصيام باليوم كاملا، ويجوز أن ينوي من النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر، يجوز أنه ينوي من النهار إذا لم يكن أكل أو شرب بعد الفجر، يصح بنية من النهار، لكنه أنقص من الذي نوى من الليل. نعم.